تقول ايه؟ اذبح الفراخ. والله بس اذبح الفراخ. في سلق اخضر؟ مفيش اي حاجه خالص. ازاي؟ اتكي عليهم كده وشوف في سلق اخضر ولا لا؟ ها؟ قول لي ايه؟ كان بياكل ايه هو البتاع ده؟ بيكفيش على العلم. لا والنتاج. تعالى كده. ما فيش اخضر، ما فيش زرقان في الدماغ، احمرار حوالي العينين، ورم. معقوله ورم ولا وايت كاش؟ عشان معقول الخضره بتاعه التليفون كده بقى خالص كده. هو فين الزراير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم الاسعار النهارده. خد يا ابو خالد دول العلاج ده كده. الابيض ده ب 8 جنيه والفيومي ب 2 جنيه. السمان ب 3 جنيه. السمان اهو بسم الله ما شاء الله 3 جنيه. ماشي؟ 3 جنيه. فين البلد؟ ها؟ والبط